واش نقول لك يعني كل احترام وكل حب وكل ود الاشقاء ديالنا الجزائريين، مع هذا النظام ديالهم يعني ما ماشي ناس ديال السياسه اصلا ولا ما عرف شنو، فالله يديهم وصافي. ومزيان الناس ما مشوش نشاركوا معنا، علاش غنمشيو غير تكفصوا علينا وتعدوا عنا كما تعدوا عنا الموالفات. ونشهد الدنيا ان هنا نحيا بشعار الله الوطن الملك. تحياتي. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.